أن يؤمنون بالغيب. يعني نظرتهم للأمور مو نظرة مادية محدودة ساذجة. الآن أنت تجي تشوف مثلا اليوم ما يحدث مثلا في غزة على سبيل المثال، البعض يتصور أن المسألة خاضعة للموازين، بس هاي الموازين اللي نطالعها بس، لا مو هالشكل. الله يحفظه سماحة السيد حسن الله يطول بعمره، اللهم صل على محمد وعلى، يقول احنا في الآن أكثر من 40 سنة نشوف النتائج دائما أكبر من المقدمات، وهذا مستحيل. هذا معناه أن أكو معطيات احنا مو شايفينها، أن المعطيات اللي أدت إلى النتائج مو هي المعطيات اللي احنا نشوفها، احنا شايفين بعض المعطيات. الأمور مو بيدنا، بيد الله عز وجل. أمريكا شنو تملك؟ العدو الصهيوني شنو يملك؟ أمام الله عز وجل هؤلاء فقر مطلق. المدبر الحقيقي المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. الله عز وجل لم يتخلى عن عباده في يوم، احنا نقول عنه رب العالمين. رب العالمين يعني شنو؟ يعني هو الذي يعطي العالم كماله، كل شيء في العالم هو المدبر لها، هو المهتم بها برحمانيته ورحيميته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. زين، لما نجي ننظر للأمور بهذه النظرة، ولكن شنو؟ زين، شلون إذن يصير شهداء، يصير جرحى، يصير، نعم الله يريد يبتلينا، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. إذن أكو شيء، أكو فهم مبني على الاعتقاد بالغيب. شوفوا الدور المادي له تأثير، ولكن هو جزء من المعادلة. نحن لا ننفي تأثير المادة، لكن نحن نقول المادة الأمور التي نشاهدها جزء من المعادلة وليست تمام المعادلة.